نرجع نجدد الصبحية لكم مشاهدينا ونقول لكم يسعد صباحكم. نحن هلأ وصلنا معكم لزاويتنا الحوارية الأولى لليوم. لأجل الوطن ضحوا، ولأجل الوطن يجب أن نقدر كل تلك التضحيات. معنا اليوم في الاستوديو مشاهدينا المتطوعة سهاد العلي لحتى نحكي أكثر عن فكرة التطوع، لحتى نحكي عن المشاريع يلي قامت فيها. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، صباح النور. يسعد صباحك. هلا يسعد صباحك. أهلا يا مثالة. أهلا فيك. بداية رح نبدأ بكون التطوع طرق أبواب الجميع بكل الأعمار، بكل أكيد. البيئات، بكل الفئات. برأي حضرتك التطوع هو خيار يعني أنتوا اخترتوه، ولا لا هو واقع انفرض علينا يمكن نتيجة الحاجة الماسة له بمجتمعنا حاليا؟ يعني هلأ هو واقع أكيد، بس مو شغلة انفرض أنت اخترتي، لأنه جملة دائما بقولها كلهم يناظر بطريقته في الإنسان. أنت اخترتي هالواقع، يعني هلأ القومية الموجودة عندنا، حب الوطن الموجود عندنا، سورية بحد ذاتها بتخلي الإنسان عندنا سواء مثل ما قلتي بكافة الأعمار ما نقول هاي يقدم وياخذ طريق اختيار التطوع بكتير مجالات، بال يعني بالعمل التطوعي اللي صار تجاه الوضع اللي نحن فيه، الحرب الكونية اللي اجت علينا وعلى سوريا. هلأ بالنسبة لي أنا اخترت لأنه واقع بلدي تطلب مني هيك. تمام. طيب ست سهاد، يعني انت وزملائك اخترتوا انكم تتطوعوا بهيدا الشق الانساني، لو نحكي شوي عن هيدي التجربه. هلا تجربه قد ما انا بالشيء اللي بتشوفيه هيك بتعطيك شوي من الاسى هيك قد ما بتقويكي، وتجربه حلوه لانه فيها خير، فيها عطاء، يعني فيها تقدمي. هلا التطوع كان من اجل هالشباب، الشباب مثل الورد عنا، الشباب اللي ضحت وقدمت. دائما بنقول نحن قاعدين عم تابع حياتنا اليومية بفضل تضحيات هالشباب. الشهداء الله يرحمهم، شبابنا على الجبهات الله يكون معهم، الشهداء الأحياء الجرحى. حقيقة هي أكتر شيء خلانا إحنا على أرض الواقع أرض الميدان نستمر بهالشغل هذا. بيتطلب حقيقة كتير إمكانية الواحد يكون عنده هالقوة، يكون عنده هالحب، يكون عنده هالدافع، يكون عنده هالصبر لحتى تقدري تقدمي لهالشباب وتكوني معهم، وحقيقة بيستاهلوا. وهنن كفئة أو يعني عم نحكي نحن على ذوي شهداء أو جرحى رجال الجيش، هنن يعني غاليين على قلوبنا كتير، مثل ما كانوا الشهداء قدموا تضحيات نحن بالمقابل مجبورين أخلاقيا وإنسانيا أنه قدموا شيء. طيب هذا واجب. قدي التعامل معهم ممكن يكون حساس أو إله هيك خصوصية تتعرضي لحياتك لك انت عاطفيا؟ هلا عاطفيا بدك تكوني كتير حذرة. هلا بيسمعوني كلهم أصدقائي وهيك بتكوني حذره بحالات معينه تقدري، بس انت بس تزوري الجريح منهم، تشوفي هالروح الحلوه، تشوفي هالمعنويات، هالصبر. انا بقول لهم شو ما حكينا هي شعارات الطنانه وحكم وقدر ورب العالمين وهيك، بس ما حدا بيحس بوجع الانسان، بوجع الشب او ام الشهيد، مثل ما حدا يعني هالاحساس الداخلي من جوا. بس عندهم طاقه رهيبه، يعني الحساسيه بتحسي فيها انت فيها بتكوني حذره، بس خلص لما تصير اصدقائك انت فهمتي طبعا، فهمتي نفسيته، بتنطلقي بكل شيء معه. الدعم النفسي لهم كثير 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 بيلعب دور، وهن كثير متجاوبين، وعندنا حالات رائعه بتجنن. واجمالا ما بتشوفي شاب تزوريه مره الا بدك تتابعي معه، بده يكون صديق، لانه بتاخذي منهم كل شيء، بتستمدي منهم الطاقه الايجابيه قولا واحدا رغم الحالات الصعبه اللي ممكن تكون الصعبه الموجوده. الصعبه الموجوده. إيه. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. ست سهاد بيستاهلوا، اكيد بيستاهلوا. خلينا نحكي شوي عن الخدمات يلي ممكن انتم كفريق متطوع ومتطوعين انكم تقدموها، ان كان لذوي الشهداء او ان كان للجرحى. هلا كان عندي فريق عدل، انا بحكي كمتطوع بجهد شخصي، غالبيه جولاتي عم بتكون يعني فردية عم بتكون في يعني لكن مجموعات هيك أهلية أو صديقات بتطلعي. أوكي بنطلع، عندي مجموعة سيدات عنا بيعرضوا أنه أيمت ما بتحبي تطلعي بمناطق قريبة، لأنه أنا بطلع حمص، بطلع مصياب، بطلع على حمام، يعني بطلع على طرطوس، ما اختصرت على محافظة اللاذقية، بريف جبلة، يعني مناطق متعددة. فعندي فريق بيطلع الخدمات. يعني هلأ من خلال علاقاتك، مثلا صديقتي بجمعيه معينه، صديقتي متطوعه بمصياف، اصدقاء هون عم يشتغلوا بنفس العمل التطوعي بارض الميدان، بنتعاون. شوفي
فرشات هواء، كراسي، أسرة، كأي جمعية، كأي مؤسسة بيكون حسب الإمكانيات المتوفرة، حسب الإمكانيات، مساعدات بالمشفى مع الدكاترة، أي شيء بيطلبوه بتسعي، يعني أي طلب بينطلب بتعملي جهدك، تأمن ما تأمن بينحط يعني تحت إنه هذا لازم يتأمن، فبتسعي من خلال علاقاتك الشخصية تقدري تأمني. يا ممكن الكلمة بس حتى لو ما كان بالإمكان تقديم أي شيء مادي، الأشياء المعنوية أيام هلأ تجاه تقديم كل هالخدمات هيدي، الدعم النفسي رقم واحد. طب شو الصعوبات اللي ممكن أنتوا تتعرضوا لها سواء كدعم نفسي؟ أنت ممكن تكوني مضغوطة بحياتك بس ولكن مضغوطة بطلع لعندهم، بس كوني مضغوطة بطلع لعندهم بس كوني مضغوطة بطلع لعندهم برتاح. حلو هالحكي، لما بتشوفي الدعم هيك بترتاحي. صعوبات يعني الصعوبات لما بتشوف هيك حالك قدامك غير الدعم النفسي قادرة أنت تقدمي، أحيانا تحسي حالك أنك ما عندي قدرة أقدم، تتضايق أنه أنا حابة لازم تساعدي، بس أكثر من هالكلمة هو القعدة أرجيلة وكاسة متة تقعدي وتحكي أنت وياهم ما قادرة، بس أنه المفروض وعم نسعى يعني حقيقة في كتير عالم. ما في دعم ست سهاد؟ دعم لألكم يعني إن كان من جهات حكومية أو إن كان من حدا، في دعم ولا لا؟ هلأ بشكل مباشر لا، يعني إحنا ما تطرقنا، ما في يعني ما عندنا أي دعم من أي منظمة أو أي كله جهد شخصي. جهد شخصي، معارفك، صديقاتك، إخواتك، في عنا في أياضي بيضاء، يعني ما أنه بشكل منظم هيك، في أياضي بيضاء كتر خيرهم، نحن أنا دائما بقول لهم نحن صلة وصل، تمام، جسر بين هالايادي البيضاء وبين هالجرحى وهالشباب وهالذوي الشهداء. في عالم كتير خيره بتقدمها بتحب تذكر اسمها، عم تشتغل يعني، ونحن فعلا جسر صله وصل بيننا وبينهم. طيب حضرتك بهذا العمر، نحن ما بدنا نكبرك، اكيد انت ست صبايا بس بعد هي الخبره الله يحميك يا رب ويطول بعمرك، بعد هي الخبره اللي انت مريتي فيها بحياتك بسنوات اللي قضيتيها، شو ضف لك التطوع كخبرة أنت على صعيدك الروحي الشخصي الاجتماعي؟ تغيرت نظرتك للحياة؟ أكيد، رغم كل المآسي اللي شفتها والهي، بس حسيتها من أجمل سنين عمري، رغم الحرب، رغم الحزن، رغم الأسى أنه بلدي سوريا يصير فيها هيك، رغم جرح وطنك، بس حسيت لأنه كتير بنسأل أنه أنت يعني شو جايكي، وكتير في عالم مثلي كمان متطوعين بلاي، انه انت شو جايكي يعني ست وعندك صبايا وعندك ابنك وعندك كذا وحياتك، شو اللي جايكي؟ انا كتير اخذت، لاني لما عم بعطي انا بتكفيني كلمه الشكر او المحبه، ما ناطره الشكر، ما العين العين بتبين، بس الدعوه هيك لما بتحسي الدعوه، لما بتحسي فرحتهم باستقبالك، لما بتدخلي، لما بتدقي تليفون واهلين، لما بتغيبي فتره معينه وبيستفقدوكي، بتصلوا انه وينك، اشتقنا لك، ما اجيتي، ما كذا، كثير عطتني، كثير خلتني احس انه حلو العطاء، وحلو لما وطنك بينجرح تكوني حده. انا ماني قادره احمل سلاح، بس بهالطريقه هذا حسيت بحالي انا انه ناضلت بطريقه او اخرى، يعني عم توصل رساله، عم وصل رساله معينه، وحقيقه بارض الواقع، بارض الميدان، عندنا يعني الشباب بدهم، تمام، يعني بحاجه هيك عطاء، حاجة الدعم النفسي قبل ما يكون مادي. هلا في معنا صور يمكن لجولاتكم، بعرف اذا جاهزين، تمام، تحكي لنا عن احمد شرابي. هون حبيت من الصور سلط الضوء على المرأة السورية المناضلة الصامدة، رغم جراحهم ورغم المصاب اللي صاروا في الاصابات، الحبيبة، في منهم الخطيبة، في منهم الزوجة، استمروا. فهذا الدعم النفسي للشاب للجريح، أكسم شلل كامل كان معه بإرادته وتصميمه قدر يوقف. الصبية رنا وجه لها تحية، 3 سنين ضلت وراء على الفيس، وأصرت وبدياك، وقت اللي راح يطلبها بتعرفه وجاي لعندها هي من طرطوس وهو مشلول، بتتفاجأ فيه إنه قدران يوقف، صار الزواج وبيجننوا مع بعض صوب الدالية من ريف جبلة. ما تصوروا دعم النفسي للزوجة قديش عم يلعب دور، قديش عم يساعد الشباب. الشاب سومر زينو معه شلل نصفي، متزوج من 4 سنين، إصابته صار له 6 سنين، هي بنوته الوحيدة عمرها 4 سنين تقريبا، 4 سنين ونص. قديه بتفوتي على تفاصيل حياتهم لهالشباب؟ كتير، ما فينك ما تعيشيها، كتير حلوين كتير. سومر عجبتني كلمة منه، قال لي أنا ما لازم أتكرم، قال لي الجريح المضبوط هو زوجتي، لأنه زوجتي هي اللي قايمة. بتعرفي الشلل النصفي كتير قعدتهم مرض الجلد بيصير معهم، قال لي من وراء المتابعة هو
هلا الحمد لله هو في تحسن هلا على الميتور، كتر الله خير الايادي البيضاء، بيقدر يطلع برا البيت، غير كثير شباب بعدهم استساطيح بالفرشه. ابراهيم التزا هيدي العيله، يعني تفاجات الام، انا عم بحكي عن الزوجه، بتطلع الام خمسه، الاب واربع شباب، ثلاثه بنفس المعركه، لما تصاوب ابراهيم نزل شلل نصفي، وراه تصاوب الاب، رجع وراه اخ ثاني استشهاد، وحاليا بقيان اثنين هنن بالجبهه. خمسة بالبيت، شلل نصفي، هي زوجته، كانت خطيبته قبل. سألتها سؤال، قلت لها ما تعرضتي لأنه من قبل أهلك أو المجتمع أنه تركي؟ أنت ردت حماتها وعمها فورا قال لا، ما من أهلها، منا نحن. وهو قال لي أنا عملت جهدي أنه تركيني، وحاولت ضايقة تتركني، لا أنه أصرت وتابعت أنه حب. قال لي كيف بدها تتركني؟ ليك هالشخصية أنا بالعرس كيفني؟ قلت له معها حق. كتير بيلعب دور، كتير مبسوطين بوجود هيك نساء سوريات مناضلات، صبرهم تحملهم وقفتهم جنب زواجهم بهالحالات. عندي حالات كتيرة بحمص، بطرطوس، بريف مصياف، الزوجة تابعت استمرت وحياتهم ما أحلاها، والحلو أنه شبابنا مقدرين هالشغلة. يعني سمعت بيقول لي أنا هي زوجتي هي لازم تتكرم، هي الجريحة مو أنا. قال لي اعملي هيك، سوي هيك، اعملي هيك، سوي هيك، البنت، البيت، كل امور البيت علي، بالاضافه للاعتناء الشخصي فيني، يعني بدهم عنايه بالنظافه، بالجراح، بالتطهير، بالشغلات. صحيح. فمقدرين، يعني انه كل ما هيك بيقول لي انه انا زوجتي لازم تتكرم مو انا. قديش بالنسيج الاجتماعي، يعني قديش هيدا الموضوع بيأثر فعلا، بيكون له منعكس طيب يعني بين المجتمعات؟ قديش حتى انت يعني كمتطوعة عم تحسي حالك لما اللي عم تكوني معهم بهيدي التفاصيل؟ بجوز نحن اذا ما دخلنا على بيت ما نقدر ننقل هيدي الصورة، مثل ما بيقولوا البيوت بتكون مسكرة. صحيح. كل الحالات بتكون بقلبها. قديش حسيتي حالك انه انت من خلال هدول الجرحى تشكل عندك رسالة عم تقدري توصليها للناس اللي ممكن ما بيقدروا انهم يكونوا موجودين جنبهم؟ صح، انا دائما بقول هلا الحكي شيء والشوفه شيء ثاني. تماما. وهي المقوله بحطها اكثر شيء على ابطالنا بالجبهات اكثر من البيوت والاسرار بالبيت. هلا بتقعدي مع شباب بالجبهه وبتسمعي احاديثهم وبتسمعي فيديوهاتهم وبتشوفي فيديوهاتهم وهيك، بتقولي لا لا، الحكي شيء والشوفه شيء ثاني. وجرحانا نفس الشيء، انه في جريح يا حرام وضعه هيك وكذا، بس لما بتروحي بالبيت بتحسي معاناتهم بكل تفاصيلها، بمعاناتهم. هلا الجرحى عندهم معاناه بعد القعده بالبيت، بتامين الادويه والوجع ومتابعه، بدهم حقيقه بدهم استمراريه، مو انه اصبت انصاب وخلاص، في متابعه، في استمراريه دائما. في عندهم معاناه، في عالم بقبض الرواتب، في عالم بوضع المادي، في عالم قاعدين بالاجار، في عالم بالاولاد، في يعني في فعلا لما بتشوفي شيء ولما تقدري توصلي رساله بغير، يعني انا باخذ تسمعي هيك، لا خيو انت لما بتشوف شيء ثاني بنروح بتدعي العالم انه يعني محيطك تقنعيهم، بتحاولي تقنعيهم في عالم جزء قناعتها لا لك انه اللي يرفضوا ما انه قناعه انه قلبهم ما بيقدر يتحمل انه انا ما في، مجرد ارجيهم صور لا. هلا في صبايا بتنزل، صبايا جامعيات، انه بنت اخي قالت لي عمامي انا بدي روح معي في مجال، قلت لها عمته بتتحملي؟ قالت لي هيك ابطال بينزهروا. صبيه مباركه بنت رفيقتي تفرجت على الصور كلها، قالت لي اذا في مجال ايمت بتحب عندك جوله انا حابه اروح معك. فطبعا بشجعني يشوفوا، انا بقول لهم دائما نحن العايشين انتم ما شايفين اللي بيروحوا بيقعدوا، الحياه بدها تستمر. انا بقول الحياه حلوه بدها تستمر، بس ابدا لما الحياه بدها تستمر مو معناتها ما نحس نحن بهالشباب اللي ضحوا مشان نحن هالحياه تستمر. لما عم فوت وعم بطلع عم تقعد بالكافيه وعم ارجل هون وعم بروح بحضر سهره وبحضر حفله، حلو انه الحياه نسبه لك، انه سوريا مستمره، سوريا صامده، بس هذا ابدا ما بيطغي انه على الجانب انه نحن سبب هالحياه المستمره هن تضحيه هالشباب، سواء من شهداء من دم شهدائنا او حتى من تضحيه هالابطال اللي زرعوا اعضاء من اجسادهم بارض المعركه وتابوا حياتهم. صحيح، اكيد نحن بنترحم على كل شهداء بلدنا الحبيب سوريا. آمين. شهدائنا الابطال، واكيد بندعي لكل جرحانا بالشفاء العاجل. ست سهاد، مشاريعك المستقبليه؟ مشاريع المستقبليه هسه بنفس هلا في عندنا نحن مؤسسه دعم حلو مستمر هلا كعلاج فيزيائي واستقطاب او حتى كاقامه للشلل النصفي، هذا كثير شيء حلو فيه، ومتابعين بنفس النهج، نفس الطريقه، وبنتمنى نحن نتمنى يصير في تعاون اكثر، بتمنى هالشباب يتم تسليط الضوء عليهم اكثر. احنا دائما بنقول بننزل صور
للشباب للابطال لما بتتصوري معهم انت بتسلطي الضوء على هيك حاله، على هيك بطل قاعد ببيته قدم وضحى، انت بتسلطي الضوء. ما شرط الواحد انه هلا في هيك وفي هيك، انه بتسليط الضوء في كذا وجه لتسليط تماما الضوء. تماما في تسليط الضوء على الابطال، لا بس سرد قصه ابطال، لان كل بطل حكايه، كل بطل حكايه يعني. صحيح. تسليط الضوء عنهم، اي تسليط الضوء عنهم، متابعين مستمرين في كذا مشروع، في مؤسسة جديدة بمصياف، هون في تعاون حقيقة، في شباب كثير عم يتعاون مع بعض ضمن المحافظة وخارج المحافظة لتأمين يعني أي وسيلة ممكن نكون جنب هالشباب الطيبة. أبطالنا الأشاوس، وهذا واجب، أنا ما بقول إنه هذا واجبنا يعني لا فضل، أنا دائما بقول للشباب إنه لا فضل ولا منية، لا تفكر في حدا عم بيقدم، هذا واجب لأننا نحن عم نقدمه. صحيح. أكيد. اللي تفضلتي فيه كله هذا أكيد غيد من فيض، وبس نشوف ناس مثل حضرتك ومثل الشباب اللي عم يعطوا من قلبهم بالتطوع، أكيد متأكد أنه الدنيا لساتها بخير، ولسه في ناس يعني قلبهم لله والإنسانية لساتها جواتهم فايقة. نحن نتشكرك ست سعاد العلي، انت حضرتك متطوعة بما يتعلق بموضوع دعم النفسي لذوي الشهداء وجرحى قوات المسلحة كلها، شرفتينا ونورتي صباحنا ويعطيك العافية يا رب. تسلميلي. أهلا.